واحدة بتقول لي التقليد التام وعلامتين تعجب وعلامة استفهام حتى في الخطأ والذلات. طب انت كاتبة الذلات غلط، يعني انت كاتبة الذلات بالذال مش بالزاي، فانت مش عارفة تكتبي فبتنكري ايه؟ انا بتعجب والله من الناس دي، يعني واحد مش عارف يكتب، واحد بيكتب غلط، الاملاء بتاعه غلط، مش حتى النحو، حتى الاملاء غلط، بتعترض على ايه حضرتك؟ يعني اللي مش عارف يكتب بيعترض على احمد بن حنبل؟ والله العظيم هزلت، والله نحن نعيش في غاية السفول. انا ما اعرفش اكتب وما اعرفش اقرا وما اعرفش انطق، ومعترض على اللي حافظ مليون حديث وحافظ اثار الصحابه والتابعين. ايوه يا اختي قلدي الامام احمد تقليدا تاما. اه والله يا اختي يمكن ربنا يكرمك وتفهمي. لا اله الا الله.